مرحبا برج السرطان، أهلا فيك. فقراتك العامة للشهر يونيو، شهر 6. برج السرطان، كأنما تقبلت واقعك وصرت تحاول تتعايش معاه، صرت تحاول تدور الجانب الإيجابي من الوضع اللي أنت موجود فيه. احتمال جدا أنك أنت في السابق غير متوافق مع واقعك أو دخلك، مش عاجبك دخلك، مش عاجبك وضعك الوظيفي، وضعك المادي، تحاول أن تطوره. أنت في بداية مرحلة القبول. الطاقة اللي طالع منها طاقة النجمة، طاقة الأمل. من اللي أعطاك أمل؟ في شيء أعطاك أمل في الموضوع، أعطاك دافع أن أنت تبتدي التغيير، لأن الفرسان هم طاقة التغيير، طاقة المستقبل. السيفين، الحيرة، أروح يمين ولا أروح شمال؟ الطاقة اللي راح تحتاجها العمل والاجتهاد. اطلع من طاقة السيوف، طاقة التفكير، طاقة التحليل، طاقة مين وأين، من اللي راح يعطيني الفلوس وشلون راح تأتيني الفلوس، ومن اللي راح يكون الوسيط وبأي طريقة. اطلع من طاقة السيوف، طاقة الحيرة، هذه الطاقة قاعدة تشتتك، ما قاعدة تفيدك. وادخل في طاقة التركيز على الوضع الحالي، التركيز على العمل باجتهاد، التركيز ان اضع كل وقتي وطاقتي وجهدي في العمل اللي انا قاعدة اقوم فيه الحين، بغض النظر شنو راح تكون النتائج، مش مهم. والنتيجة خلال شهر يونيو لوضعك العملي التغيير، التغيير الإيجابي، التغيير المحوري. راح أوضح الكرتات. نبتدي بأول كرت، فارس الأكواب، ستة الأكواب. ليت الأماني بالتمني. عزيزي برج السرطان، كأنما أنت أدركت أن ما يصير تقعد مجرد تتمنى. هني في ستة الأكواب طاقة أن عندك الكثير من الأماني، الكثير من مثلا أنا كنت أقدر أسوي كذي، كنت أقدر أسوي كذي. أيضا طاقة نوع من الندم، ندمان على فرص أتتك في الماضي وما أخذتها، فرص في الوظيفة، فرص في الحياة العملية. ولكن راح تختار أنت مقبل على مرحلة راح تغير فيها بنفسك، راح تتوقف. وهذه هي أيضا نصيحة لك، تتوقف عن الانتظار أن يأتيك العرض من شخص من جهة، وتتوقف أن تعيش في الماضي. في أمور كانت ماشية عندك في الماضي بطريقة معينة، في عملك، في دخلك، مرتاح كنت، ولكن أنت مقبل على مرحلة فيها تغيير، التغيير إيجابي حسب ما تتمنى، ولكن يجب أن تضع الجهد. أطلع من طاقة التمني وطاقة الأمل. طاقة الأمور دائما معلقة في الهواء، عندنا هنا طاقة برج الدلو والأبراج الهوائية جدا واضحة، طاقة أن دائما الأمور معلقة في الهواء، ما في شيء واضح، ما في اجتهاد أو سعي من صوبك عشان تحقق لنفسك الأمنية اللي في بالك. خلنا نوضح النجمة. شفت؟ تتكلم ولكن ما تفعل. الكوب الصغير، تحاول أن تقنع الآخرين، تقنع نفسك أن أنت خلاص قمت بما فيه الكفاية عشان تصل لأحلامك، لكن اللي لازم تدرك أن أنت توك في بداية المشوار، توك الخطوة الأولى حتى ما قمت فيها في هذا الدرب. وإن كنت أنت احتمال أنجزت في جوانب أخرى في حياتك، ولكن في هذا الجانب بالذات، الجانب اللي تبحث فيه عن تطوير دخلك، تطوير وضعك المادي، توك في بداية المشوار. فأنت كأنما لا تستعجل، وفي نفس الوقت محتاج إلى طاقة النار. هني أفتقد طاقة النار، طاقة الأفعال، طاقة الحركة، طاقة التنفيذ. في أفكار عندك، في آمال، في أحلام، كلها موجودة وكلها جميلة، طاقة جدا جميلة موجودة عندك. تفتقر فقط إلى شيء واحد، وهو التنفيذ، التطبيق لهذا الحلم اللي عندك. عندنا كرت بدون اسم، هذه الكروت، هذا كرت يعتبر كرت العيلة، خلينا نقول، أو كرت الدفء. أوكي، بالضبط.
لازم تطلع هني لما نشوف السيدة المسنة، لازم انت تبتدي تطلع من افكارك اللي كنت دائما مفكر ان في شيء عندك راح يمشي بطريقة معينة. مثلا عندما اتخرج او عندما احصل على الوظيفة راح يكون راتبي بالشكل الفلاني، راح خلاص احصل على مرادي. الرسالة لك عزيزي برج السرطان، انت توك في بداية المشوار، توك مستعد تقفز من اعلى التلة. شلون قاعد تطالب كأنما هني توقعاتك ما تتناسب مع جهودك؟ شلون تطالب ان تحصد الحين وانت توك في مشوار الزرع؟ هذه هي الرسالة لك. نوضح اخر كرت، كرت الموت برج العقرب. هذه الطاقة عبارة عن ويشي واشي بالانجليزي، ويشي واشي اللي هي نتمنى ونتحلم ولكن ما ننفذ. نعتقد ان احنا فقط عندما نتكلم عن الشيء اللي بخاطرنا نتمنى نحلم فيه، خلاص رح نستيقظ يوم من الايام نعيش واقعه، نعيش ونحصد ثماره. نعم في قانون الجذب يا برج السرطان، التمني الرغبات النية هو او هي اول خطوة في مسارك لتحقيق ما تطمح فيه لنفسك. نعم اول خطوة، ولكن لا تظل عالق هني. يقول لك لا تظل عالق، عندنا كرت الشيطان، كرت برج الجدي. لا تظل عالق يا عزيزي يا برج السرطان في التفكير، انا صار لي فترة اتمنى واحلم، ما صار لك فترة طويلة تنفذ. تطبق، تعمل جاهدا، وإن كنت تعمل ترى أنت لحين في بداية المشوار. قاعدة أشوف هني ما بين ثمانية الخماسيات والموت، أنت راح تمر بمرحلة أو بتغييرات كبيرة، بتغييرات كبيرة، ولكن لحد الآن ما حدثت، حتى ما حدث أول تغيير، أول خطوة. لأن ليش عندنا هني كرت الشيطان؟ شخصين معلقين بالسلاسل والأغلال، احنا موهومين، احنا نفكر ان احنا خطينا خطوة الى الامام، ولكن مش مستوعبين ان هذه ما تنعد فعلا قفزة نوعية. انت قمت باول خطوة، خلاص خلينا نسميها اول خطوة، توقع نتائج اول خطوة. الرسالة لك في الناحية العملية ان تركز، خلاص تطلع من طاقة اتمنى، لان خلاص في علم الجذب عندما تتمنى شيء لا تتوقع ان الله سبحانه وتعالى او الكون سينسى. خلاص انحفظ لك، انحفظ حلمك بتفاصيله بشكله، حان الوقت ان انت تطلع، تطلع من هاي الخطوة، تطبق الخطوة الثانية، مرحلة التنفيذ، استعدادك للتنفيذ. وهني ايضا الشيطان قاعد يقول لي دائما تتوقع ان العرض، الخطوات، او ان شخص ثاني المفروض يوجد لك انت البداية اللي تحلم فيها، تحقيق الطموح. متى رح يأتيني العرض اللي أحلم فيه، عرض العمل؟ متى رح ينجح مشروعي؟ ما في أحد يقدر يحقق لك اللي أنت رغب فيه غير نفسك وباعتمادك على جهودك. ما في، مهما أنت تخيلت، مهما أنت تكلمت حتى بشكل إيجابي، التكلم بشكل إيجابي عن أحلامنا وعن طموحنا وأن تكون طموحنا جدا بعيدة، ترى كل هذا حديث مستحبب. ولكن اللي لازم نفهمه عقب ان ما نظل عايشين في الاحلام نفسها. بعد ما نتخيل حلم معين جميل عندنا، لازم نطلع منه، طاقة الحلم هنا، نطلع منه ونبتدي ننفذ. ننفذ، لا تقعد تتساءل متى راح يأتيني النصيب، متى راح يأتيني عرض العمل، متى هل سأحصل على العمل اللي انا احلم فيه. قول لنفسك، غير نوعية السؤال، انت محتاج الى طاقة التغيير. الموت، غير نوعية السؤال، هل أنا قمت بكل ما أستطيع من أجل أن أقدم أو أحصل على العمل اللي أرغب فيه؟ هل استنزفت كل خياراتي؟ كوني قمت بخطوة رقم 1 و2 مش معناته أن استنزفت كل خياراتي. الخطوات تقريبا عددها غير محدود، كثير من الأمور أنت باستطاعتك أن تقوم فيها. لا تسوي لي خطوة خطوتين، سيفين، خطوة خطوتين، توك في بداية المشوار تتوقع أنه الأمور تلقائيا راح تفتح أبوابها في وجهك. لا يا برج السرطان، نعم حلمك موجود وأنت على الطريق الصحيح، شوية أطلع من التفكير،
اطلع من التفكير، اطلع من التمني، اطلع من حتى الحديث عن الشيء نفسه. لما نتحدث عن الشيء بكثرة نتوقع احنا في عقلنا الباطن انه خلاص انجزنا. لحد الان احنا ما انجزنا، تونا في بداية المشوار. الفول الاحمق رقم صفر اللي مستعد انه توه يقفز من اعلى التلة، توك. اوكي عزيزي برج السرطان، هذه هي الرسالة لك في الجانب العملي. طبعا قلت لك الطاقة في القراءة العاطفية ممكن تكون معكوسة، فخذ الجانب اللي يناسبك منها وطبقها على ما يناسب وضعك مع الحبيب او الشريك. اوراقي تلخبطت، هل عندك انت لخبطة يا برج السرطان؟ اشوفك هني في كرت الخماسيين، تحاول في علاقتك او في مشاعرك ان تبدل، تغير من اسلوبك عشان انت تغير قناعتك. شلون يعني؟ يعني انت مو مقتنع بشيء، ولكن بسبب انك مش مستعد ان تواجهه قاعد تغير في اسلوبك، تتلون تتلون. تحاول باي طريقة تحافظ على التوازن، تحافظ على الامل. خلنا نشوف باقي الكارتات. الخماسي الصغير، الامل ضعيف امامك. او مش شرط انه ضعيف، ولكن حاليا الوضع العاطفي مع الشريك لا يليق بمستوى توقعاتك، وانت ايضا مش مستعد ان ترى الوضع على حقيقته. خلنا نشوف ما هي حقيقة الوضع يعني. اوكي، ملك السيوف، انت تتعامل مع شخص لديه امور اهم من العلاقة نفسها، هذه هي حقيقة الوضع. لديه امور تشغله دائما، الملك لديه مملكة ليحكمها. الملكة مش مسؤولة عن مملكة كثر ما انها مسؤولة فقط عن راحتها وسعادتها والمحيطين من حولها. هذا هي الفرق، او هذا الفرق الاساسي بين طاقة الملك والملكة. نفس الطاقة تقريبا اللي ابتديناها في قراءتك العملية هني قاعدة تستمر، ولكن صار على الناحية العاطفية. شلون يعني؟ الوضع 1 2 3 مع الشريك، انت قاعد تقول لا مو 1 2 3، 1 3 4. مش ما تقدر تواجه الوضع على حقيقته. قاعد هني في طاقة الخماسيين، لما نشوف السيرك يلعبون، الاشخاص البهلوانيين في السيرك يلعبون باكثر من خماسي، قاعد تحاول تشتت نفسك، ترى الواقع على شيء ليس موجود فيه. تغير الواقع، تغير نظرتك للواقع، يمكن ان الواقع مش عاجبك. وان كان في شوية تواصل، او راح يكون في شوية تواصل بينك وبين الشريك، ولكن هدفه الاساسي، تطلعاته الاساسية ما راح تتغير. رغباته الاساسية ما راح اشوفها خلال شهر يونيو تتغير. نعم، هذا الشخص مشغول بتحقيق الاستقرار المالي. هذا الشخص همه الأولي والأخير أن يصبح مستقل ماديا وبسرعة. أوكي، أو حتى راح نقول أنه يخلي خياراته مفتوحة، يخلي خياراته مفتوحة لحد ما هو يستطيع أن يتخذ أحد هاي الخيارات، بما معناته أنه مش مستعد للالتزام في علاقة حاليا. آخر كرت 3 السيوف، وهذا الأمر جدا يزعجك، جدا يزعجك. مش مستعد أنك تتقبله، وحتى لو اقتربت من تقبل حقيقة مشاعر هذا الشخص، إذا الرسالة ما كانت لك تحس أنها ما تنطبق على واقعك أنت يا برج السرطان، معناته تنطبق على آخرين
يمرون بهذا الظرف ومحتاجين أن يسمعون الرسالة. الرسالة ما راح دائما تنطبق عليكم كلكم 100%، لأن مش كل برج السرطان يمرون بنفس الظروف. ممكن الكثيرين منهم يسمعون هاي الرسالة ويكونون سعداء ومتزوجين، معناتها الرسالة مش لكم أو حتى مرتبطين، ولكن هني قاعدة الرسالة تصل إلى شخص محتاج يسمعها من برج السرطان. ممكن يكون واحد، ممكن يكون مليون، بغض النظر هذا الشخص محتاج أن يسمع هذه الرسالة. هذا الشخص توجهك أنت له هو متوجه نحو الرخاء المادي، تحقيق الذات. أيضا هني الاستقلال المادي، معناته أن تظل كل أموالي بجيبي لحد ما أنا أستطيع أني أستثمرها مع شخص معين في بالي، مع شخص ممكن يكون أنت ممكن يكون غيرك، ولكن هذا الشخص لم يصنع قراره ولن يصنع حتى قراره قريبا، مصر على أن يخلي خياراته مفتوحة لحد ما يصبح جاهز ماديا لصنع القرار. وأيضا ما يبي يعلق أشخاص معه أو يعشمهم. عندنا الملك العادل، ملك السيوف، شخص ما يعشم الآخرين ويقول لهم أو يدخل معاهم علاقة حب على أساس أن مثلا راح نكون مع بعض. هذا الشخص احتمال أنك تعرفت عليه وسريعا قال لك ترى ما أقدر أرتبط فيك، ترى ما أقدر أتطور في العلاقة معك. ممكن عطاك أسباب، ممكن ما عطاك، ولكن هذه هي الأسباب أمامك. ثلاثة السيوف، احتمال في طرف ثالث في الموضوع، ولكن هذا هو الجرح اللي يسبب لك صد الشريك والحبيب عنك. أنت مجروح ولحد الآن أشوفك هني في طاقة ثلاثة السيوف ما تعافيت. ثلاثة السيوف مرة أخرى راح أحطها هني، قاعد تحاول تشتت انتباه نفسك. شوف كل الأشخاص عندهم مثل ما يقولون adopting mechanism، أسلوب يتبعونه عشان يتأقلمون مع الوضع الراهن. إذا وضعهم الراهن جدا مش مستعدين يتقبلونه، ممكن حتى بعض الأشخاص ينكرون الواقع، بعضهم يهربون من الواقع، بعضهم يستخدمون أشياء مختلفة للهروب من الواقع. فقط الإنسان اللي مستعد نضج روحيا عاطفيا نفسيا هو اللي مستعد أن يواجه الواقع ولو كان مرير ولو كان ما يعجبه. خلنا نشوف الخماسي الصغير، لأن هذا يمثل لك أنما بمثابة أمل. أمل موجود لحد الآن ولكن أمل مش قوي. حبل وصل موجود بينك وبين الحبيب ولكن مش قوي، مش معناته انه راح تكونون مع بعض. ملك الارض، وحتى لو انت حاولت الشريك يقول لك هني قاعدة اشوفه يقول لك انا ما استطيع حاليا اقدم لك الكثير خصوصا ماديا. انت قاعدة تقول له انا ما راح اطلب منك الكثير اساسا، ولكن الوضع ما راح يمشي. انت هني اشوف طاقتك ملك الارض تحاول تغطي الامور حتى المادية اللي الشريك ما راح يقدر يغطيها. تحاول تقول له عادي الموضوع مش مهم، راح نتعاون. نشوف ملك السيوف، الهايروفانت. هذا الشخص ملتزم بالطريق الذي سلكه. الهايروفانت مأذون الزواج، الالتزام. مو شرط يلتزم بزواج، ملتزم بأسلوب الحياة اللي راح يتبعه من الحين إلى الفترة القادمة. ملتزم بالطريق. ملك السيوف هو شخص يخطط، ملتزم بالطريق اللي وضع أمام نفسه، الخطط، الأهداف، يريد أن يحقق. شوف هناك أنما أنت مثل يد المساعدة، هو هذا الشخص يريد أن يحقق ذاته بعيد عن أي شخص، مساعدة أي شخص، جهود أي شخص. يريد أن يكون نجاحه يوم من الأيام يعتمد على جهوده فقط. وإن كان شوف هناك أنما يوجع
هو أيضا يوجعه الابتعاد أو الفراق عنك. أوكي، هذا الكرت طبعا بدون اسم، سبعة طيور موجودة في السماء، السبعة هم دائما رقم الانتظار، راح يأخذ وقت ووقت طويل عشان يحقق ذاته، فهل أنت مستعد أن تنتظره؟ وننهي القراءة العاطفية بكارت أربعة السيوف. أربعة السيوف يقول لك كأنما هني أنت تقول أوكي راح أنتظر، راح أنتظر وحتى لو بشكل غير مباشر. برج السرطان للأسف طاقتك العاطفية كأنما قاعد تحاول تعشم نفسك، تتبع أساليب خبيثة مع نفسك عشان تتقبل واقع مش على مزاجك. لما الشخص هذا يصارحك، هني عندنا كرت الألم، لما الشخص هذا يصارحك انت قلت لك تدخل في هاي الطاقة البهلوانية، تشتت نفسك عشان ما تسمع عشان ما تستوعب. لما هو يقول لك مثلا ما اقدر اني اكون معاك، ما اقدر اتزوجك، انت ترد تقول ولكن انا احس، ولكن انا اشوفك تسوي كذا، ولكن تظل تبحث عن اسباب تقنعك عشان تبقى. ولو كان هذا الشخص جدا صريح معاك، انت اللي قاعد تبحث عن اسباب من اجل ان تبقى، انت اللي قاعد تعشم نفسك. ما في شخص هني قاعد اشوفه يعشمك، انت اللي اخترت ان تبقى بحبل معلق، بحبل امل ضعيف. الرسالة اكرر انه ما راح تكون من اجل الكل، ولكن راح تكون من اجل الاشخاص اللي محتاجين يسمعونها وتنطبق على حالتهم. هذا الشخص متوجه الى رحلة جدا طويلة، السبعة طويلة، فيها انتظار، فيها صبر. انت قاعد تقول اوكي حتى لو ما راح انتظره راح انتظره. اربعة السيوف، طاقة السبات، طاقة اللي اوكي ما راح اتوقع انه يرجع لي خلال شهر شهرين، راح اخلي الموضوع مفتوح، بلكي بعد سنة سنتين بعد ما يحقق ذاته يرجع لي. برج السرطان، هذه طاقة غير جيدة، هذا نوع من المعاملة، انت تعامل نفسك بطريقة ما فيها احترام للذات. تقديرك للذات صاير جدا نازل، لذلك انت مستعد تقبل شبه امل، حتى مش امل، شبه امل ضعيف، وتتعلق فيه وتصبر عليه. واصلا هذا الشخص لم يطلب منك ان تصبر عليه، او قال لك ان لو مثلا حصلت على اموال راح اتزوجك، ما اشوف عنده هذه الطاقة، انت اللي اخذت هذه الطاقة. تقول لنفسك يمكن انت قاعد تتعلق بامل جدا ضعيف، قاعد تحط حياتك على الانتظار، راح تفوتك فرص افضل، فرص افضل، لان انت داخل في مرحلة سبات، في مرحلة حتى لو مو بعد شهر شهرين، يمكن بعد سنة سنتين. هذه الطاقة غير صحية وغير جيدة لك. خلنا نشوف يا برج السرطان ما هي الاخبار القادمة تجاهك. إذا أنت بانتظار نتائج فحوص، الرد على طلب توظيف، الرد على تأشيرة عمل، انتقال، هجرة، خلنا نشوف ما هي الأخبار اللي تتوقعها إن شاء الله خلال شهر يونيو. فارس السيوف، في أخبار أنت تنتظرها بخصوص التحصيل الأكاديمي. أوكي، ملكة الأرض، برج السرطان، كأنما الرسالة لك خصوصا إذا كان الموضوع تحصيل أكاديمي أو زيادة في الراتب، أو تريد أن مثلا تحصل على أموال أكثر، الأشخاص المسؤولين عنك
في هذا المجال راح يقولون لك احنا اصلا من الاساس كنا كريمين معك، راح يواجهونك بطريقة شوي جافة لان انت ما قاعد تستوعب، قاعد هني كأن اشوفك فارس السيوف قاعد تطالب باكثر من حقك، نعم باكثر من حقك، او قاعد تطالبهم بالاستعجال، قاعد تطالبهم مثلا ان يرفعونك في الدرجات، ان يعطونك اموال اكثر. هم طاقتهم ملكة الارض، طاقة العطاء، يعني عطوك حقك وزيادة. راح تحس بالاحباط. ليش تحس بالاحباط؟ تتوقع اكثر. اوكي، توقعاتك اكثر. الجزاء من جنس العمل يا برج السرطان، انت توقعاتك جدا اكبر، توقعاتك اكبر، تريد ان تحصل على مثلا هم قاعدين يعطونك سمكة صغيرة، انت طموحك وتريد ان تحصل على حوت كبير، وتريد الان، عندك طاقة شوية عدم صبر، ولكن حقيقة الوضع ان نعم هاي الاشخاص عطوك حقك، حتى وان كنت انت يعني تحس ان ما عندك كفاية، ما ردوا عليك لحد الان. بالضبط هني الامبراطور هو رئيسك في العمل، رئيسك في العمل، انت اشوفك قاعد الطاقة شوي مضحكة عندي، قاعدة اشوف برج سرطان توه مبتدي في مشواره العملي، او توه مبتدي في رحلة التقديم على طلب ما، يتوقع انه خلاص بين يوم وليلة، طاقة الفارس العنيف بين يوم وليلة بسبب اندفاعه ان يحصل على اللي حصل عليه الاشخاص اللي سبقوا. يطمح، معيب ان احنا نطمح، ولكن لازم ندرك ان بعد الطموح راح يأتينا السنوات من العمل المضني. قاعد تنظر الى شخص، احتمال امرأة او رجل اكبر منك في السن في العمل، رئيسك، مديرك، قاعد تقارن نفسك بكل التعب اللي انت تتعبه مقابل كل الرخاء اللي هو يتمتع فيه. راح تقارن نفسك باشخاص تشوف ان هم حصلوا على ما انت تمناه بسرعة. لا يا برج السرطان، الأخبار القادمة في طريقك، إن أنت جزائك من جنس عملك، طاقة الفارس توك ترى مبتدي، نفس تقريبا تنعاد الرسالة في الحياة العملية، توك مبتدي. لا تنظر كثيرا إلى الأعلى بحيث أن تفقد نظرتك إلى الحاضر، إلى الأرض اللي أنت واقف عليها حاليا، فيختل توازنك، تحس بالإحباط. عليك أن تدرك أن هاي الأشخاص، هاي الناس اللي أنت قاعد تنظر إلى الرخاء اللي هم يعيشون فيه، هذا كان سنوات، مو بس سنوات، عشر الخماسيات هي ليست جهود شخص واحد، سنوات وشراكات وأشخاص اجتهدوا مع بعض عشان وصلوا إلى هذا المستوى اللي أنت تطمح فيه. فلا تكون في بداية المشوار ولا تستسلم ولا تحس بالإحباط، أنت على الطريق الصحيح، ولكن تأنى شوية. أوكي؟ راح اشوف لك الرسالة التحذيرية خلال هذا الشهر، ممكن يكون تحذير من شخص، تحذير من موقف، او تحذير من طاقة بحد ذاتها. اوكي، اول كارت انقلب عندنا The Ring Master of Synchronicity. هني يتكلم لك عن صانع الخواتم، صانع الخواتم، الشخص اللي يعمل أثناء ما الناس نيام، يعمل في الليل، يغلق على نفس الباب ويجتهد في العمل. إذا تتذكر الرسالة في الناحية العملية شنو كانت؟ اطلع من طاقة التمني وادخل في طاقة العمل والاجتهاد. رقم 9، انت هني تطمح للعشرة، نعم، ولكن رقمك 9، 9 دائما يرمز الى الجهود الفردية. 9 الخماسيات هو كرت الاميرة العزباء، تصل الى مرحلة الرخاء ولكن باعتمادها على جهودها الفردية. اذا كنت تريد الرخاء انت على الطريق الصحيح، يجب عليك ان تنغمس في العمل، تركز على تفاصيل العمل، خليك شوي من الاحلام والاماني
والتعلقات وحتى المقارنة. يحذرك هذا الكرت ان حتى لما هني نقول clear vision لازم تخلي نظرتك فقط مركزة على العمل، لا تركز على مقارناتك للآخرين. هذا هو التحذير لك. وأعرف أن رقم 9 راح تصل له الرخاء اللي تتمناه، راح تصل له بجهود فردية. اللي بعده راح أخذ لك ما هي الطاقة الحيوانية اللي أنت بحاجتها لشهر يونيو. الخفاش، بالضبط الخفاش وصانع الخواتم، اثنينهم يشتركون في نقطة، يعملون في الخفاء، يعملون وقت الليل، يعملون في الظلام. البشرية يعملون في النهار، الخفاش يستيقظ في الليل ويبتدي يجتهد ويعمل. ونظرة، هنا يتكلم لك عن الفيجن، النظرة، وأيضا النظرة، نظرتك للأمور لازم تحرص في الفترة القادمة. مثل ما الخفاش يرى في الظلام، في وضعك اللي أنت مش عاجبك لحد الآن، ما حققت فيه كل اللي تتمناه عاطفيا ماليا، لازم تستطيع ترى النور اللي في وضعك الحالي. إذا ما قدرت تشوف هذا الشيء، ما راح تقدر أي تشوف أي جانب إيجابي في أي وضع تدخل فيه، سواء كان جيد أو سيء. المسألة هي مسألة أنت نظرتك إلى الأمور، محتاج نظر الخفاش، ترى الدقائق والتفاصيل، التفاصيل هني أيضا، التفاصيل اللي باقي البشر ما يقدرون يشوفونها في الظلام في الخفاء، أنت تقدر تشوفها. تشوف الفرص اللي الباقين يعتقدون إنها فرص سخيفة، تشوف النجاح في الأمور اللي الباقين يعتبرون إنها منهكة ومتعبة وما تستاهل وقتنا. هذه هي الطاقة اللي أنت محتاجها من شهر يونيو وطالع. عزيزي برج السرطان، هذه كانت قراءتك العامة لشهر يونيو.